أقامت مؤسسة ائتلاف الإغاثة الإنسانية والتنموية بالشراكة مع مؤسسة سد مأرب ندوة توعوية في مدينة مأرب حول مخاطر انتشار المخدرات وتأثيرها على الجانب الصحي والنفسي للمواطنين وأسباب انتشارها وطرق العلاج والوقاية منها. هذه الندوة التوعوية حول مخاطر انتشار المخدرات ضمن أنشطة برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن الذي تنفذه مؤسسة ائتلاف الإغاثة الإنسانية والتنموية بالشراكة مع مؤسسة سد مأرب للتنمية وبتمويل مؤسسة رين اليمن. يأتي هذا بأهمية إيماننا بأهمية المجتمع والحفاظ على المجتمع من تفككه وأيضا التفكك الأسري والحفاظ على الشباب من الانزلاق في هذه الآفة الخطيرة، آفة المخدرات أو الآفات التي قد تضر المجتمع ككل. عرضت الندوة التوصيف الدستوري والقانوني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجوانب نجاح التشريعات اليمنية في مكافحتها، وتطرقت لأساليب الميليشيات الحوثية في تهريب المخدرات والاتجار بها وترويجها في أوساط الشباب. الآخر يريد أن يركز في جانب المخدرات على الشباب ويستهدف الأطفال ليوجد مجتمع في عدد من السنين غير لائق للعمل الوطني، غير متمسك دينيا وأخلاقيا، لا يمتلك هوية وطن أو هوية انتماء. وهذه الكلمات التي أقولها هي الذي يسعى إليها الآخر. استعرضت الندوة عددا من طرق مكافحة المخدرات والحد من انتشارها، وأشارت إلى أن الوعي المجتمعي هو أهم الضمانات لوقاية الشباب من مخاطر المخدرات التي تدمر الحاضر وتستهدف المستقبل. نطمح أن يصل يعني وعي شامل للمواطن على أساس الحذر من هذه الآفة والبعد الابتعاد عنها بقدر الإمكان، والبعد عنها والتبليغ والتعاون مع الجهات الأمنية، ونحفز بعض الشيء الأجهزة القضائية والنيابة العامة القيام بدورها بخصوص هذا الموضوع. يعني حضر الندوة التي أقيمت ضمن أنشطة تعزيز الأمن على المستوى المحلي لليمن عدد من الباحثين والمختصين الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم. محمد القليصي لقناة سهيل، مأرب.